السلام عليكم اخواتي، رجعنا لكم في فيديو جديد. هاي الفيديو راح يكون مفاجأة، راح تشوفوا شخص هلا الكل بيعرفه. اكيد جينا على المطعم راح ناكل وراح نقدم لكم شغلات حلوه ان شاء الله، وراح يجي شخص اكيد اغلبكم راح يعرفه، راح يجي هو ويقدم الطلب ويصور معنا كم فيديو ويحكي معنا شوي، وان شاء الله الفيديو يعجبكم وراح تسوي فيها اشياء يعني حماسيه، يعني حركات وكذا بالطبخ وهيك اشياء. فالمطعم اكيد شو مو غريب عليكم. طبعا خالي واخوي الكبير واحمد وابو عزام نحن. هاي الوجبات بارك الله. هلا راح يجي شوي تاني برا نكمل. هلا ناكي هلا خلصنا اكل الحمد لله، شبعنا اكله ممتاز. سيدنا محمد اكله لا بعد اكل الشباب بيكين مطعم بنعوض دي. المهم هلا وصلنا على كنافه، راح يجي يقدم لنا اياها كمان الاستاذ براق. صدقوني يا شباب مثله متواضع، ما شفت كثير محترم ومتواضع مع الكل، ما عنده هذا مشهور وهذا عادي. عادي 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 عند البشر كلها واحد، يعني اخلاقه كثير عالي الله يخليه يسعده يا رب. فهلا راح نوقف كمان، لما راح ينزل شو اسمه كنافه راح اصوركم يا فيديو كمان، راح اسوي لنا فيها هيك جو وحركات حلوه. يلا انتظرونا شباب. يلا ابو عذاب اهم شيء انه ورا الكاميرا، ترى والله بضربني. أول صورة اسمع ليش ما نصور لو عايزين نصور صورة ضعيفة ما علاقة. ليك وجه الله براك. أهلا براك. أنا
هلا راح اسال الكنافه لكن منظره بشهي هذا كنافه عشان اكسل نفسي الله يسلمك حبيبي تعال انت اكسل تعال شوي ام محمد عشان يطلع غير ايوه اطلع حبيبي لازم 2 متر ها ما شاء الله اسف انت شيل يوتيوبر انت لازم جاي المطعم شغل مالك نشتغل معك وخلاص منظر الفخر شيء فاخر الله يعطيك الف عافيه حبيبي هلا راح نوقف الفيديو راح ناكل ونخلص وراح يجي بعدها يقولك معانا شوي ندردش ان شاء الله ونحكي ذاك ستور لسه يلا ابو عزاب تعال كون انت كمان يلا ابو عزاب يلا يلا وين ستور هذا عطار ما في مزاج جبله جبله على العالم هاي تبعك تبعك يا حرام ابو عزاب سماك تعال ابو عزاب تعال كول خلاص حال واقف تعال كول يلا حاج يعني انا بحط بحط سياره على يا سيد عزيز سياره ابو عزاب خلص صحنين طلع مو واحد انا كل فلسفه شمتي يا كثير صوره لا لا كانت سكر كثير كثير مشان الناس اللي بدها تقول انت عم تقلد وكذا مشان موضوع التقليد انا ما مقلد حدا انا وابو عزاب والشباب جينا قبل هالمره راح طبعا راح تشوفوه بالمونتاج جينا اول مره ما كان هو موجود شكرا مطعم بروح كثير والله استاهل 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 اسبوعين نصور الفيديو وجينا لهون بس ما كان موجود هلا رجعنا صورنا جينا مرة تانية لحتى كان موجود فانتوا راح تشوفوه بالمونتاج انه نحن جينا قبل المرة ما لقينا ومرة تانية جينا فمشان ما حد يقول انه انت عم تقلد او عم تساوي مثل حدا لا ما عم مقلد حدا انا عم ساوي شيء يعني انه هيك انا حبيت اعمله انه انا جيت وحبيت اصور معه يعني هذا الشيء عادي بتمنى قبل ما تكتب تقليد راجع عقليتك شوي يلا هلا راح نستنى ليجي وبعدها راح نروح على البيت نزل الاكل واخيرا اول شيء راسي والله من وين انت انا من هطاي انطاكيا ها هطاي هطاي كنت من سوريا ايه انت بعرفها يا هطاي انا دايتنا اخر داية من هطاي انطاكيا ايه عرفتها ايه اسم جنديلي يونجاكيا جنديلي ها ايه اللغة العربية انت تعرفت تعلمت عليها من اجدادك يعني انا ست وجده ما بعرف تركي ها عربي بعرف انا بابا يعني. كمان كتير بعرف عربي اما انا من زمان اعلم بابا وماما اكلم انا بعرف شوي ها بس انت تعلمت تركي اكثر من عربي حبيبي ايه ايه ايوه قد ايه صار لك بالمصلحة الطبخ انا 11 عمري انا بالمطبخ 11 ها من 11 عمرك انت بالمطبخ ايه حلو والله الله يوفقك يعني انا مو انا مو معلم مثلا 11 صار تنظيف ها تنظيف بعدين شوي 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 الحمد لله مين الاساس يعني بيعرف ابوك انا سمعت يعني انه مطعم مدينه معروفه من ابوك ابوه لا جده اصلا جده اما ما افتح مطعم جده بيعرف مطبخ حب المطبخ اما ما افتح مطعم بعدين انا بابا افتح مطعم
افتح مطعم 6 سنة مرة افتح مطعم اكسترا بعد تقسيم بعض الاكلات اما اول انا جبته اما ما عندي مطعم اما بالشغل اه جدك كان يشتغل بس ما كان مطعم ابوك فتحها اي ابوك وانت اشتغلت فيها وبلشت تنزل فيديوهات وصار لك اسم يا الحمد لله يعني فكره على السوشيال انا جده في عند المطعم مطعم يعني عند الشغل يعني انا فكر ايش انا كل يوم كل سفر اسوي فيديو كويس اما مو انا اسوي اسبوع جاي هون اسوي فيديو انا اسوي فيديو اسبوع اسوي فيديو بعد انستغرام انا ما في انستغرام كل كلم ممكن صوره انا اقول ليش صوره يعني انا اشوف انستغرام اما انا ما بعرف يعني في الناس تسوي هاي الناس صورك وبتنشرك وانت ما كنت تعرف بعدين انا افتح ها انت انشهرت يعني انت ما كنت تعرف اول واحد فيديو في انستغرام انا 15 بين كاش مليون بين 15000 مره انا عندك انستغرام 15000 انا واحد فيديو اول فيديو والله 4 مليون شوف اول فيديو اي اول فيديو في النورمال لازم 30 ليش ما بتسوي قناه على اليوتيوب في عندي ما بسوي كثير يعني ايش من اليوتيوب طويل لازم فيديو اما انا بالشغل لازم انا شوي فيديو بعد اشوف شغل مين بيسوي لك مونتاج انا انت بتسوي لحالك مونتاج سوي كاميرا كده عندي كاميرا أيوة. مارك 5 ايوه انت لحالك بتصور أيوة. حالك سوي 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 بعدين كات 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 كمبيوتر ايوه عرفتها أيوة. مونتاج سويه كله دايق على اليوتيوب وانشره انه على اليوتيوب كمان بيصير انه أيوة. انا بيصير انا بعرف انا بعرف يوتيوب مو مشكله انا بعرف يوتيوب اما انا ما اسوي فيديو يوتيوب يعني شو طويل شنو انا شو حاب تعرف انا اسوي فيديو بالسبه انا جاي مطعم الساعه 10 اخر الساعه 10 سبه انا لازم هو اسبون جاي انا لازم صوره مع اسبون ناس ليه شوكي ناس حبني ناس اجي عشانهم صح انا وجدان مرتاح لازم انا مرتاح لازم شوكي ليه شو اسبون في عالم بتحبك ايه. عندك في عالم بيقول انا ما تاكل لازم براك شوف يعني لازم مزبوط. انا اشوف شو صح كلام ايه. هلا انا كنت اسالك نوع السؤال انه ما شاء الله انت بتجي يعني متواضع الله مثلا اي حدا مثل حكيتك يكون انه مشهور ومعروف بتلاقي بشوف حاله والله انا مشهور ما يجي كثير والله بيجي بالشهر مره وبيتصور شوي ومنه يدخل يتخبى جوا بس انت ما شاء الله بين العالم رزق رزق على الله اكيد لازم تسوي شغل الله يجيب اكثر مزبوط يعني لازم يا رب يعني لازم تتوكل على الله اكثر الله يوفقك يا رب عمرك شاط كم تشبه 25 26 23 قد يعني مبين عليه من جيلي يا شباب مبين عليه ابوي 23 حبيبي انا اكبر منك مبين عليك اكبر مني بست سنين يا زلمه انت كيفك صحتك والله راضي انا شفت فيديو كثير كويس يوتيوب انت شفت فيديوهات ايه اما انت كويس انت شاب تسوي هذا الشغل انت يوتيوبر ايه اكيد اما انا مو يوتيوبر انا شغل انت طبخ يعني. بس انه كمان ما شاء الله يعني في لك ناس يعني في ناس بتحبك انا عندي ميوزك كمان يوتيوب شو ميوزك في ايش انا فهلا انا بدي بدك تعطيني اسمك على الانستغرام كمان نحكي مع بعض اكثر على الانستغرام وتشرف لعندي شي نهار عزمك لعندي والله على راسي اهلا وسهلا اهلا شباب اهلا شباب محمد أهلا مطعم مدينة مطعم مدينة يا سيدي بنتشرف فيها كلها مين كلم إجا طرف مهمت أنا سوي ضيافة كنافة والله لك شكرا على سلام والله حبيبي أشيدك والله والله أطيب شب حبيبي أحلى. لازم بك لازم ناس تنظيف أنت كمان كتير محترم أنا شو يعني أنا شو مليون ناس واحد يوم أما أنت كويس ناس والله ناس والله أنت الكويس حبيبي. أنت ابن أصول يا سيدي سوي صورة مع بعض تلفون شخص قسما بالله العظيم مثله ما شفت حبيبي يعني قد بشوف ناس كله بشوفهم متكبرين وشايفين حالهم صور صورة هيك مع بعض اي تليفون 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 انا جيت من السفر عليك قول ايه وين رايحين؟ لا جيت من الطيارة هاي انت جيت لي هلا جديد عليك دايركت شوف 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 والله بيستاهل والله هي ها ها من الاردن اردن جوردن حبيبي والله بشنطتي بحالك مالي كم يوم كم يوم كم يوم كم يوم انت انا 3 ايام حاب تعزمني على غدا لازم جاي جاي ايه انت جاي اه جاي الاسبوع الجاي مره ثانيه هون قريب هون وين انت عد عد هاي الصوره هو مع دي كله عد عد تام تام بقى انت انت دخلت لا والله انت هو جوال انت كمان سيكيت
استاذ براق، في شيء عندك تحكي للمتابعين غزال بحبوك؟ حابب تحكي شيء؟ تحكي شيء. انا شايف براق، انا احب الناس، لازم يرجع هون، لازم تشوفني طعم هلو كله هلو. انا